مدحدا مرايكن كو وحا يكون مشغول صنايين سيدي اي دنها مرايكن كاي عالم كا و الى للهايين اساتي مرنبا ما يسين كو فكرين ان لباتو اي كسو وجهان تاي دل كودا او انتا لأك مقالة سانتياغو وحاي اهيد ماشي مدحوين بوش او كغي مدنا اقل كعاد حسي اهاتي مركن مقالة وحا امانا يادد دونيا اني مرايكن كالباتيان وحانا كمدا دادكي وحكفوليي هوليه لغوير ريدي اردها ودن كمرايكن كا نين سعوديا اولي رادو نواف الحازمي ايا اساقو وحاو كمدا هادد كي تغي مقالة سانتياغو اسلا مركانا كشاقين ايي ميل بابور تلغوردقو وحا او سيدو كالي لدغي نين هنديا او مسلنا نينكا مسلنكا اي هنديا اهنا وحا او اها نين اشقينا يسير دون كمرايكنكا هسي اها تي وح بدن موسن كوغانين على الاقل تعلم اصله وفصله لكنه كان في انتظار وصول سعودي ثالث لكن وحا اي سوغيي وحا اهيد اني هلكا كوضا كلمان لين ليرادو خالد محضار ايو نينكالي او ليرادو هاني حنجور وحانا لغو بلمي إن لا يسكو أهليلو مقالة ليرادو سانتياغو سندكي لبدوكن أيو صو موغدي هاني حنجور نيك ليرادو أو كمدها دادكا لباتدا أغي سندونا مريكنكا وحانا قفنا أوسن أغين هلكا أو دقين يحي ما هوتيل ما قوري ما ميلكالي كان قد أعد حقيبة الملابس للرحيل بهذا الحرص على أي حال فجأة أتى إلي المجر في فترة على يعني كانت نواف الحازمي ما دام أو أها نينكي كوريي إنو تغو مقالة سانتياغو إيه دالك مريكنكا إسلام مركا أنا كشقينيي حرونتا نشدالكا أيا ساحيبكا نواف الحازمي أو إساقو ورياها أوديدي إن وچيكي ساسي توسا لو عاركو هاسي أتيكا أو غلاذي إنو ورايسي سيو أيا شاقي إنو لكولمي نواف الحازمي أو أي ساحيبا أهايين رقي أويميد أو أي كميد أهايين خالد المحضار إيهاني حنجور وحانا إي شاقين بو يلي داد كان إنا يهين داد بوغا شاكو يميد مرايكنكا ساحيبا ديسنا إسلام مركانا أي سيقود بدونان قبالا كالي ومركا هولها إيكو سعون دونان وحينا دونيان إنا يبرتان arimaha ku saabsan duulimaadyada diyaaradaha inta in ka badan maanu ii sheegin saaxiibkayna waa falxaasmi lam yastati' alhasmi kama yabdu muqawamata dhalika alighra'i bitalmih fi lahzat alwada' fi hadhihi almahatta kana thamma shay'un fi sadrihi lam yastati' an yaktumah wa lam yastati' muhtar abdullah waqtaha an yafhamah نواف الحازمي مركا او كتغايي محطادا اما هالكا لغو سمايو بابور تشدالكا لغو سيو مرنبا ساحيبكي ما اوسن او ورمين هالكا او آذيو هساتي وحو ايشيغ ابو يري واوضا كل مدونا مركالي وحانا او يري كل قد وايغا سوطاقين وحانا اي سوچي هايستين بغالو ينكالي او كتير سندالكا مريكنكا مركابا اي قدن بيسي هذا اللذي او قبضنا اي سويدار سنة وحي اهيد وانو لا كل مدونا اما وانس اركي دونا هداي تهي الدنيا دا اي هداي تهي آخر انتبا والذي كان يعمل في الواقع مخبرا لمكتب التحقيقات الفيدرالي لكن وحاولي هاي صاحبكي نواف الحازمي أنيقو نمكا مركي أن أركي وحي إيقولا موغدين داد آد أوان أكسن مرنوا ما أنا كفلين وحيابها أي قرشين يين إي وحلمي ده إني كوكو ده جيران لكن من قراءة أو وضمد عربت كسو جيدة أيا إساق وحو لا يهي أنيقا إياقا مدفاع أي وحمو رني لكن وحن لا يهي إن الدنيا دو أي أوقاتي مسكح عربية دو إنتا لايق إني فكريسو أو مركا ديباتا إنتا لايق أي داد عربة دونك أوقيسن كران يشكك في قدرة تنظيم عربي على فعل عمل كبير مثل 11 سبتمبر هناك من يعني يحتقر العقل العربي في الوقت نفسه كان القائد الميداني في أمريكا لعملية الطائرات محمد عطا قد أنهى مع زميله مروان الشحي دراسته في هذه المدرسة في فينيسيا
لكن مركا كدب نكي هقامين ايه هولقالكن مرايكن كايلدون ايو ان ديارد الله استعماله ومحمد عدا نك ليرادو يزياد جراح ايو مروان شحي وحا ايس كسو بحين اسكول كي دياردها وحانا اي مركن بلابين ان اي ارقاقان لنا عه قبل كليرادو اريزونا لكن وحا اي برتين سند كي كو سغال بغل كوبيا سغاشنكي جامع عدن اي كبرتين لغة دا انجريسكا هسي اتي وريوه وحو لي هاي جامع عدن وحا كمي ها دد كي وحكو برتي دد آن اي مريكن كو جعلينو اه دد كي لبا تدا جيستي او ديارة دها كدوغي والاعجب ان بعضهم تعلم الطيران معه حمزة 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 بل ان حمزور توجه مرة اخرى الى افغانستان في ربيع عام 2000 حيث التقطه محمد عاطف وأحاله إلى خالد شيخ محمد الذي شرع في تعليمه مثلما علم الآخرين لكن أرنت أقومهم سن أو أي عيارين خدد وحي أهيد مضح القاعدة وحي أتشوغي أفغانستان سيقى يرقي كالي أقو سريي هسا تي رقن مريكن كتشوغا ديارة ده برانيا ee hawsha isku dubaridaya sideebay u wada xiriiri jireen ayaga iyo dadka Afghanistan jooga ee hoggaanka u ah waxay ahayd muhiimadu in la helo meel dhexe oo warka lagu kala qaato wadanka Jarmalka waxaa joogay ninka la yiraahdo Ramzi bin Shayba oo isagu isku dubarida ka ahaa hawsha markii ay hawsha soo qabtaan waxay u duulayeen wadanka Jarmalka waxay kula soo kulmayeen ragga uu ka mid yahay Ramzi bin Shayba akhbaarta halka ay u marayso hawlihii diyaaradaha ay barteen wixii ay la kulmeen ayay u dhiibaan isaguna waxa uu ursi dhoofa Afghanistan waxa uu u sheegaa intii ay iyagu u sheegeen kadib wixii go'aan ayuu ka soo qaadaa mar kale ayay hadana dib ugu noqdaan Ramzi bin Shayba waa ninka hadlaya iminka oo leh waxay isoo sheegeen isoo gudbiyeen inay u harsan tahay kaliya inay wax badan ku ogaadaan diyaaradaha balse waxaan u sheegay buu yiri in la doonayo diyaaradda point أفر تضبو أفر إني مركا برتان كلها وعمل تصور كامل عن سير هذه المطارات هرول ابن شيبة إلى أفغانستان لنقل الرسالة فيما عاد عطى أدراجه إلى فلوريدا محمد عبدا يو رمزي بن الشيبة مركي أي شرمل كوكول مين أوور بحنة إصداف سدين محمد عدا وحا او ديب اغو سو نغضي فلوريدا وننكا مدحدا اون او اه تيم كجوغا مرايكن كا ايدونيا قرشها ايني فوليان رمزي بن شيبة وحا او كتاقي جرملكا وحانا او او دولي افغانستان كان الفرنسي من اصل المغربي زكريا موسوي زكريا موسوي او اهن الفرنسيسا او اصل آن كسو جيدا مروكو ايا اسن دولمات كو مراي هيترو غرون كوين اي ودن كان انجريسكا وحانا او اسي قدبي مريكنكا وحانا او دوني ينو برتو ديارة دا بوين إساقون وح أخبارا أوهري آن كلا هاين لنا عدو لما ديادة ديارة دها وزارة داري مها دباد دي مريكنكا سراكي شودة سري وي اوغايين وحان هلكنكا سعودة انتا بادان هسي اهاتي حكتا انتا كبادان مايسن هاين برسي وحي كوفا كريين إني هايين إن لدون يوم مريكنكا إن لدباتي يو كليا سرقال كان وحالي لدى كوفر بلاك وانيكي مدحضا وها قيبتا لدقالنكا أرقق عسادة حلقاس وحا أولايا هاي أنيكو وحان أها ويل كي دقال كا قبو وحان كميدا ها دات كي أسه لي مريكنكا إيا ساحي بديس إني كتخلصان قاشان بورتي وارسو أسي أها تيارين تا أرقق عسادو ومد أن كومبليد أهين أما أن دما يسترنين وربيحنا دو دانا سيسا حلو مهيلي كرو كان ذلك يتطلب قيادة من أعلى نيكان وحاو وحفو قراء ورقيس كان ليرادو نيوس نيوس ويك كسو بحا ودن كاس مريكنكا وحانا أولي يهي مرول باور بحنة قلادة سردونكو أي سوهيليين وحا كميدها إن القاعدة دونيسو كدها ودنك مريكنك إني لباتك قيستو هساة مريكنكو مرول با وي أغاين إن لبلع دونو هساة ما أني أغاين لبك هيركا ليك إن مركاس أولعايو waxa mar walba baarlamaanka ay u yeerayeen oo ay wax weydiinayeen halka amniga uu marayo ninka la yiraahdo Richard Clark waana ninka madaxda u ahaa qaybta la dagaalanka argagixisada aqalka cad ee Mareykanka laakiin Clark marka uu hadlayo waxa uu leeyahay ninka qoraaga
waxa uu hadlay jiray sida Clinton oo kale wuxuu isku dayay jiray dadka inuu qanciyo wa markii ugu horeysay taariikhda Mareykanka madaxweyne ku xigeen uu ka qayb galo shir looga hadlayo arrimaha amniga sababta xilliga waxa keenay inuu ka qayb galo madaxweyne ku xigeenka shirka amaanka xaaladaha sirdoonka oo is soo tirayay oo sheegay in Al-Qaacida qorsheynaysay inay weeraro ka fuliso Mareykanka hasaatay Richard Clark oo isagu argagixisada caad u qaabilsana wuxuu mar walba isku dayay inuu sida aan ahayn wax uga dhaadhiciyo aqalka Mareykanka ضمن قضايا أخرى متشابكة مثل الحد من الانتشار النووي في آسيا لكن waxuu leeyahay annaga waxa nooga muhiimsanayd arinta argagixisada hubka nuclearka oo bariga ku dhexe ku fida iyo waliba dhibaatooyinka kale ee sida arimihii ka taagnaa Iraq iyo meelo kale oo Afghanistan ka mid ahayd marnaba iyagu maskaxdooda kuma jirin in gudaha Mareykanka la doonayo weerar culus in marka laga geysto من الجنوب الشرقي صعد عطا والشحي في فبراير شباط فاستأجرا صندوق بريد على شاطئ فرجينيا محمد عطا ومروان شحي وحا أي صندوق بوستو كيريستين ماشا ليرادو فرجينيا waxa sidoo kale magaalo kale oo sida uga fogeyn iyana soo dagay qaar ka mid ah dadkii iyaguna markaa qorshaha ay ku wada jireen mar walba waxay ku fakarayeen inaan si naba loo arag maadaama sirdoonka Mareykanku ay yihiin kuwo aad u tababaran oo markaa wax walba la soconaya oo dhageysanaya laakiin iyagu waxay aaminsanaayeen dhowr bilood kadib inay ku sii socdaan jannada waa sida ay aaminsan yihiin marnaba iyagu iskuma dayaynin inay sirta ay hayeen sinaba uga baxsato oo la ogaado في بلدة فولس تشيرش قرب العاصمة كان يسكن في هذا المنزل أخ لزعيم القاعدة gurigan ku dhow caasimadda Mareykanka waxaa deganaa Cabdullah bin Laden oo la dhashay hogaamiyaha Al-Qaacida Osama bin Laden laakiin waxa uu ka shaqeynayay isaga hay'ad samafal hase ahaatee hay'adda Mareykanka FBI-da ayaa kormeeraysay mar walba waxyaabaha ugu badan ee la kormeerayay waxay ahayd halka uu isagu deganaa iyo masaajid aan ka fogeyn oo halkaa ku yaalay waxa xiriir oo ka dhexeeya iyo dadka halkaa imaanaya waxa ii suura gashay buu leeyahay wariyaha inaan tago goobtii دقائق أخرى معدودة وتجد نفسك أمام أكبر مسجد في المنطقة دار الهجرة مساجد كأقوين إيقوبتا كويا لمق عيسى وحال لذا دار الهجرة وحانا إمام كاها ننقل لشي ودن كيامن وان تغي وحا أكمدها قوبها سيدا وين أي أو إلى لنيين FBI ذا ما دام قرقة أسامة بن لادن نينك لرد شي إيه هاي أذها سما فلك ما دحظة كاعو هالك تشوغي وحان اسكود ييين عن مساجد كاوح كفر يستو سيان إمام يدا يغد بده ذا ولا يستو بل إني كتران وحقون مركا كسابسا إن أي كها الليان وحيابها أي FBI ذو آدو إلى لنيسي بسهولة في واضح النهار في وسط صنعاء لكن أنا راضينية إمامك حل لغاس مساجدك ما دام الله إيشا غي مساجدك إني كدو كذين قار كم إذا سقال يتبانك دالي رضاها إيه فلوية وارر كي مريكان كاللغو قاضي إن مركا إمامك آن ميل والبكدونا سيشي وحال إيشا غي إنو يمن شوغي يمن أيان أصو دولي إمامك أيان لكلمي hasaate imaamku wuxuu igu yiri anigu cidna waxba badan kama ogeyn cid aan la kulmayna ma jirin dadkaasna ma aanan garanaynin ala al-itlaq
وريه طلع كحماتي وحسود يي إمامكي إنه مركا وحون وراه كهلو ما دام أودرتي يمن أقصو سفري حدنا وحا أوديب أقصو نقضي مرايكنكا بل إن أوسي وضو وحيابه يحكتي أوهي يشاكد هالكي أي أمريسي كان ذلك أتى صدفة أم أنهم كانوا في انتظارهم لكن الذي لا شك فيه أنهم كانوا هناك حولهم في كل زاوية وفي كل شارع. Did the Israelis have a large intelligence operation? هل كان لدى الإسرائيليين عملية استخبارية واسعة في أمريكا خاصة في نيويورك ونيوجيرسي؟ لكن وحيابها أقول بدن إلى جهة الله يوحي تاي. مركا أي تتكن سو جلين ودن كمريكنكا تتكا أقول بدن سردون كمريكنكا أي حكتا إسويدا سنجرين وحيا هيد هي أدر سردون كإسرائيل إلى ذو موساد تاسو يدو مجالويكا نيويورك نيو تشيلسي كم إذا قوبها أي أقو أخبارات كبدن تاي ومركا أي آدو إلى لينيسي حسيات وحيابها وآد كأي وقف كريان سوليين تمريكن كوحي أحيد إن مرول با حكت كوسها بسندنا عدد كعربتا مريكن كأي كجوه ريين هي أذها سردون كإسرائيل سيدا هي أدل إلى ذو موساد وحنا أي موساد كو دبس عدين رجع سقار كم إذا إن كستو يجا أن أود بس عن هالقل أين كا أو كلا إن هالكا كفلنا يان بل سوى حي أود بس عدين وحي أهيد بل أون إن يوحكو جادان وحيا بها أي عربي كجبق تيرينوا إن يمر والباقر شيان وحيا بكرنا إسرائيل لكن وحولي وريها وحا شيكو ينكاس بدن كود ماشا عن كلا كل مي عن كسو هالسنة كي لبضة كوني لبضة مركي عن كلاسو كل مي نكي يسكد بريدي هالقل كاس oo leeyahay Ramzi bin Shayba waa ninkii joogay Jarmalka ee u kala dab qaaday ragii Mareykanka joogay iyo madaxdii Al-Qaacida ee Afghanistan اتصال ليطمئن الاخوه على بقيه اخوانهم كيف علم ابن شيبة قبل عامين من علم لجنه الشيوخ الامريكيين نفسها الله اعلم لكن وحيابها أن كي يبناها يوحي أهيد سنة كي لبضا كوني لبضا مركان رمزين بين الشيبة كلاسو كوني ودكا باكستان وحيابها ويشيغي مرايكن كوحي أبادين مردن بي الواقع مباشرة خلف المقعد وحيابها ويشيغي وحا كمدها رقي القاعدة ها ديارتها اسكو قرحيني إن ديارته أي فولين كمدة ولصارنا نين كترسان سردونكا موساتك إسرائيل أيضاً المرايكن كهالين أيها اللبضة كون إيه اللبضي القاعدة وحي يوشك تي باكستان مركيان أتغي بل هدبا وحي سويدين له ديارت دا سوابي قرحدي سيدايكو وضا هالين لبضا نين وارر كفولي إيو نينكن رمزي بن شيبة ليرادو وارر ككدب عن باكستان كلا كل مي سيدايكو حكتا كهالي أنو كشكي سنباي مرايكن كو عدايين وآي شاقين إن سيدا لوكا لفديي كاليفورنيا واستمرت مراقبة رجال الأمن لهم طوال وقت الرحلة ولكن الله سلم طرف ما كان وراءهم إذن خطوة بخطوة ولم يكن لذلك أن يحدث إن لم تكن هناك عملية رقابة ممنهجة لم يكن رجال القاعدة يعلمون من عساه يكون ذلك الطرف كل ما يعلمه رمزي أن الله سلم منزله في هذه الضاحية كل صباح يتوجه مدير وكالة الاستخبارات وحيسيدو كلا يجود دقنايين وضدي نيكا سردون كمدحضة كاه مرايكن كتو تاند وصو مرايي صباح والبا أساقو أسو سعودة أقل كعبد مرايكن سيو مالون والبا وربحن ذا أمنيغا وضن كهلك ومرايي ومدحوين بوش وولا سعود سيو وضدي ومرايي هلكي واستعمالي قيبا كميدا قريها أيي دقين يقوى للسعودين وي أغايين وحا أي سمين يان وحا يابله سيدا أي وحوالبا أي سيغا إلالين يين وأي دون يين إني إيجا أبد بادان وأكثر قلقا من المخاطر المحدقة بالبلاد أن يقول سيادة الرئيس هذا هو الأمر لكنه لم يقلها بوضوح مر والبا سردونكا وحي مدحوينها مرايكنكا حلقا سبوش وقود بنيين أريمو مركا عدينيا إن أرينتو أي أشهد مركا أن لسهلن كرين
balse madaxweynuhu wuxuu mar walba warbixinta ka qaadanayay la taliyihiisii dhinaca amniga Condoleezza Rice iyo madaxda kale ee ammaanka. Mar walba Maraykanku niyadooda waa ay ku jirtay waana ka fakarayeen in wax uun la sameynayo, laakiin waxa ay mar walba ka fakarayeen waxa la sameynayo maxay noqon doonaan. Maxamed Cabda iyo raggii kale ee saaxiibadiisa qaarkood waxay u soo baxeen halkan oo ay doonayaan inay ku sii dhammaystiraan aqoontoodii dhinaca diyaaradaha ay ku baranayeen. Madrasadan ayay yimaadeen si ay u bartaan. Waxay sidoo kale imaanayaan meel ay doonayaan in ay jirkooda iyo awooddooda qofeed ay markaa awooddooda ay sare u qaadaan. Shaaric Hardi la yiraahdo ama wadda Hardi la yiraahdo oo ku dhow Hollywoodka ayay guri ka kiraysteen, waxaana ay bilaabeen inay diyaaradihii halkooda ka sii wadaan isla markaana ay tagaan halka jirka bini'aadamka lagu kordhiyo lagu dhiso si ay markaa awooddooda u kordhiyaan. Ninkan wuxuu ahaa macallinkii markaasi Ziyaad Jaraax iyo raggii kale. Wuxuu leeyahay nin fiican buu ahaa, hase ahaatee inuu nin waxaa samaynayo ilama akeen, laakiin wuxuu jeclaa inuu mar walba awood yeesho. Waxay sidoo kale u soo dhaqaaqeen magaalo kale oo ay dadka carabta ah ku badan yihiin, waxaana ay doonayaan inay mar walba meeshii ay degeen ay ka guuraan oo ay meel kale tagaan si aan marnaba loo ogaanin inta qorshahoodu ka dhammaanayo. Waxa ay kiraysteen gurigan. أما الخبر نفسه فكان هؤلاء العضلات الجنود الذين سيحمون ظهور صور كان waxa uu ahaa intii ayagu ay Afghanistan ka soo bixin sawirro laga qaaday qaar ka mid ah 19 qof, waxaana ay mid mid ula soo kulmeen intii aan soo bixin howlgalka loo soo diray madaxdii Al-Qaacida ee joogtay Afghanistan. Waxaana ay xilligaaba meesha markii la joogay ay akhrisan jireen oo ay fiirfiirin jireen inay wax uun ka ogaadaan buugaagta ka hadlaya barashada habka loo duuliyo duulimaadyada diyaaradaha. Waxaana ay soo qaateen dhowr cashar intii ay joogeen Afghanistan, hase ahaatee waxa Al-Qaacida ay bixisay qarashkii ugu badnaa ay doonayeen inay ku sii kordhiyaan aqoontooda dhinaca diyaaradaha. Markaa kadib ayay waxay u soo duulayaan Maraykanka, hase ahaatee waxa uu leeyahay ninkan quraaga ah, aniga waxaan la kulmay Usama bin Laden, waana ka cadeed isaga iyo raggiisa kale cadaawadda ay Maraykanka ku qabaan inay maalin aarsan doonaan. وجدت أن هناك رغبة في الانتقام حتى بعد الهجوم الأمريكي على القواعد القاعدة في أفغانستان بعد الهجوم على السفارتين في نيروبي ودار السلام في أغسطس 1998 waxaana ay aad u bilaabatay buu leeyahay cadaawadda iyo inay aargutaan inay Maraykanka ka doonayeen. Markii la qarxiyey safaaradihii 1998 Maraykanku ku lahaa Nairobi iyo Dar es Salaam, taasoo markaa kadib Maraykanka ay duqeymo ka geysteen waddanka Afghanistan. Raggii weerarada fuliya qaarkood intii aanay Afghanistan ka soo bixin cajaladihii laga duubay ayaa waxaa ka mid ahaa kuwan. بوصولهم إلى أمريكا فرادى ومثنى بدءا من أبريل نيسان عام 2001 waxay soo gaaraan ba Maraykanka mid mid iyo gruub gruub iyagoo u socda. 19 waxay iminka ku soo dhammaystirmeen waddanka Maraykanka waa bishii Abriil sanadkii 2001. Waa mar ay dhici doonto weerarka dhowr bilood ka hor, waxaana ay bilaabeen inay isku meel degaan in badan oo ka mid a iyaga, iyagoo qaar kalena ay degeen meel kale. Hase ahaatee shaki weyn waxa ay ka qabeen kooxda Muusaadka Israa'iil, Israa'iilna waa ay daba socotay. Xaafadahan ay soo degeen iyaga qaybo ka mid a waxaa degan
kuwa ka tirsan sirdoonka Israa'iil ee Mossadka waxana mar walba ay doonayeen inay ka fogaadaan meelaha hay'adaha sirdoonku joogan si marka sirdoonka ay u arkaan dadka u soo dhawaaday inaanay dad sida macna leh u ahayn waxa ay kireysteen dabaqan guriga ugu koreya waxaana deganaa 6 qof oo kamida 19kii wax qirxiyay waxa soo dhawaaday waqtiga ay doonayeen inay hawlgalka fuliyaan توجه الى قسم المرور هذا في ارلينغتون لكن شاكده ياب كله اي وريه اوغاده waxay ahayd markay abril kulligood ku soo wada aruureen mareekanka bishii may ayay halkan isu raaceen kulligood waana meesha laga bixiyo laysanka ama warqada ruqsadda baabuurta hal mar ayay kulligood 7 kamida ilaa 6 ay qaateen ruqsadda baabuur wadida waxaana ku jiray haani xanjuur iyo nawaaf al-hazmi oo labadoodu Mareykanka ay hore u sheegi jireen inay marka raadinayaan balse waxaan ogaaday markii aan meesha booqday magacyadoodii saxda ahaa in laysanku ugu soo baxay hadaba sidee ku dhacday arintan madaxda hay'adaha sirdoonka Mareykanka ma iyaga ugu tala galay mise waa ay ka hoos baxday oo ay way kala garan waayeen laakiin ninkan qoraaga wuxuu leeyahay way dhici kartaa in hay'adaha sirdoonku ay ku khaldeen in mar qura magacyo badan oo dad carab ah ay soo wada dhex galeen oo markaa sida aan la fahmin oo ay ku qaateen ruqsadda baabuur wadida hase ahaatee kaliyood haday ahaan lahaayeen hay'aduhu sirdoonku si fudud bay ku heli lahaayeen laakiin ma garan karo sida ay wax u dhacayeen رغم ذلك من الصعب حصر التقارير المذهلة التي تواترت على مدى الأسابيع التالية تحذر من هجوم محتم هذا فقط جانب منها أكده تقرير لجنة 11 من سبتمبر لكن waxyaabahan uu wariyuhu leeyahay waa sheegaya in yar oo kamid ah ayaan ka helay warqadii ay soo saareen gudidii Mareykanka loo xilsaaray inay soo baaraan dhacdadii 9/11 ama bishii 9aad 19-keedii wixii dhacay tahdhiiran min anna atba'a bin Laden yukhattituna li 'amaliyatin dakhil al-wilayat al-muttahida qabila nihayat ash-shahr kataba rajul al-bayt al-abyad li mukafahat al-irhab Richard Clark إلى نائب مستشارة الأمن القومي ستيفن هادلي يقول عندما يقع هذا الهجوم مثلما هو وحاولي هي وحادعي دونا وحانك ليرادو ريتشارد كلارك oo isagu ahaa ninka aqalka cad u qaabilsan arimaha argagixisada ayuu u qoray haweeneyda la taliyaha ku xigeenkeeda sida weerarku u dhici doono laakiin wuxuu leeyahay khatarta waa loo gudbiyay la taliyaha madaxweynaha dhinaca amniga waxa la yiri khatartu iminka waxa ay maraysaa 7 dhinaca amniga halbeega lagu cabiro marka uu yahay 10 meesha ugu sareysa macnaheedu wuxuu ahaa 7 inay ahayd wax badan hase ahaatee dawladda Mareykanku arinta waa ay dhayalsatay ayu leeyahay sarkaalkan laakiin dadkaas waxa ay kuwo aan marnaba fiicnayn waa dad aad u xun bay ahaayeen haddii dad xun ay ahaayeen sidee bay ku heleen fiisooyinka Mareykanka sidee bay se ugu sahashay meel walba oo ay tagaan inay wax bartaan sida duulimaadka diyaaradaha aqoonta kale ee luqadda iyo waxa laabaha la midka ah kana hajur yuridu an yaquma bima qama bihi bilkad fi hadha almarkaz fi filadelfia fi alfatrati nafsaha zamiluhu ziyad jarrah an yatira ala irtifaa'in munkhafid fawqa mamar hudson laakiin laba kamid ah kuwii weerarka geystay ayaa waxa ay go'aansadeen maalin in ay dul maraan dalka Mareykanka magaalooyinka ay doonayeen mid kamid ah inay weerarada ka fuliyaan macallinkooda waxa uu ahaa Herb Hartman waxa uu madax ka ahaa goobtii madaxda hase ahaatee waxa uu leeyahay raggan waxay ahaayeen rag aad u doonayay inay masaafo hoose diyaaradda ku duuliyaan oo ay magaalada ku kala bartaan waxay ii sheegayeen inay doonayeen inay magaalada kala ogaadaan hase ahaatee ujeedadoodu waxay ahayd marka diyaaradda weyn ay keenaan in duulimaadka hoose ay markaa ku weeraraan laakiin macallinka wuxuu leeyahay markii dhibaatadu ay dhacday ka hor waxa ii yimid rag ka socda hay'adda FBI-da Mareykanka waxa ay weydiiyeen inay wax uu ka yaqaano rag ay raadinayaan
رجا وحا كتشرب وليا هاي اللي يرادو خالد محضار إيا زياد جراح وحانا أي إيشاغين إني رجا قدتو بجوغان سياتي وحانو الشاغين إن رجا عنقران أيو بلسي آنا أغين هلك أي إميكا آذين سألوني عن زياد طالعت الصورة وتعرفت عليه في الحال بلغت التحذيرات الآن حدا لا يتخيل كما ونوعا لكن دقني ماذا اسكسوا الضبر دعي ايها يلها امانكو وحي احايين كو ان لدي السنكر المركن مروا البويسو كلولاني سيشي كذا مشيرة الى انها ستهز العالم لكن وحا اي شيغيين وربحنا ذا قاركود ان ورد ايمان دونا اي دعي دونا اي نقن دونان كو واوين او خطر قلين كرا مرايكنكا تا وحي موچنسا ان مرايكنكو اي وحوغا سرا اهلين سرتا بدن كيدنا وحا اي لو راقيين قار كميدا دلالك اي ساحي بديهين واي كجران دلال عربيت اساعة تي كارثة دا اما نباتة دا وين دعي دون تان لوغين لكن نكي وقدن بيي اي كوحدن ايا وحا ويسكسو اديي او وصوغلي خالد المحضار نيكا ليرادو مرايكن كه ايو سوغل ايادو لود بالدقي مناسبة دي افرت اللوليو او اه مالين تقارن مدى دالك مرايكن كه وحا او اها نين مركا مرايكن كو اي هوري ادون دوني چرين لكن وحا يابله نين كاس ايا باسبور كيس ايا مغي عيسبا اينو ودن كه مرايكن كه سوغل ايادو مالين تهد بالدقي وين او سعودو محاي مالين تهد مرايكن كو نيكا او قبان وايين وحد عيمان قرن بل إن المحضار التحق بعش العصافير لكن مركي أصوغ لأي محضار مرايكنكا وحا أو كسو بيري قولدي دقانيد قرقيا دبقي كوب دبقي وقسر ريي كوحدة أهيد طار بها إلى إسبانيا بعد 4 أيام لكن مركن وحا صوبحي نيكي مضاحظة او اها كوحدة ايلي رادو محمد عبدا سي او قوانك كما دنبايستا ايو مالين تاويرر كا او دعايو ايو وقتيغة تكيدادا اي قوصان ايان او اوغا اوغادو مضاحظة القاعدة وحا او يميد مركن اسبين غاري ايو كريستي كدبنا وحا او صوبحي لنا عاجر ملكا وحا او لكل مي نيكي اسكو دبريدها اها إساقو فاليي شرملكا إسكو حرايي حقا مرايكن كتشوغا إيا مدحدي القاعدة وحانا أي هالكا إسكو أركين أو مركاسي أي وضتشادين سيدي قوان لو غاري لها وحانا أي إسلاق قوان سادين سيدا وحلو قبان أيو إيو وقتيغا أو قوان كو دعايو كان ابن الشيبة في دوسلدورف ألمانيا بناء على رسالة مشفرة من خالد شيخ محمد قم بإرسال التنورات إلى لكن نيكي جوغي جرملكا وحاو اها رمزي بن الشيبة او اسكو حراها اها وحا اساقنا اساق ايو رقي اقسر ري القاعدة ده اسكو حراي او باكستان اي افغانستان بجوغي خالد شيخ محمد حلقاس مضاحظة يوروب وحا يكوب لانسانايين اي مرايكنكا اي دولدها نقالوه دو سرعي ورشده وروقو مراي ودن كتاليانيقا في 20 يوليو تموز وصل رئيسهم الى جنوى ايطاليا مقالدة جنوى ايه لباتن كي لوليو تغين مضحدة او كجري بوش هسيها تيسير دون كا مرايكنكو وحا ايكو عصدين دولادة تليانيغا اني حرطو دمان هودا مقالدة جنوى او شركو او كرد عيه سيلو غفوغادو ان عركا اي وحدي باتا كرد عان مركز تمرايكنكو وحا اي وحكا مغلايين او اي وحونكو اوغايين ان وير رديع دونان لكن قابكا يولد عيان يسيدا يولد عيان سردونكو واربحين بدن كمهينين امان كقوب تاسي آد با لو ادكي اي مدحدا ودامدا ورشدا هرو مراي اي كوشيريين اي ودن كتاليانيغا مدحوين بوش وحاو كميداها مدحدي شركا كاقيب غلايسي والاباتنكي بيشا لوليو Nobody in our government, at least, and I don't think the prior government could envision flying airplanes into buildings on such a massive scale. بل إن هذا الرجل قدم السيناريو كاملا قبلها بثلاثة أعوام كاملة عام 98 لكن نكام وحولي هكون سقال بقول سقاشن إي سيدادي أيا وحان أنيقو كاملها ركسر دونك إيو مرايكن كما لحدي سكاترسن او مركز تكوفة كاريجري دياردها ان لو استعمالك روسيدة قنطال اوكالي او مركا دياردها رايدكو اي ساريهين لغو قراع عقوبكالي او اي دات رايدة جوغان هاوشانا اي كسورة قشو القاعدة
waxaan aniga mar walba u sheegi jiray in arinta ay suurtagal tahay. Ninkan waa professor, waxaana uu markaa isagu ka mid ahaa ragga la talin jiray hay-adaha sirdoonka Mareykanka. Hase haatee iyagu markaa way dhayalsan jireen, aniguse fikradda markaas bay igu soo dhacday in la isticmaali karo diyaaradaha dadka rayidka. في ظل هذا كان خيار الطائرات كصواريخ خيارا طبيعيا. Under those circumstances, the use of planes as cruise missiles was a natural. وقتigaas oo ay hawsha adag ka socotay gudaha Mareykanka oo ay alqaacida qorsheynaysay inay wadanka dhibaato u geysato, madaxweynaha iyo rag kale oo saaxiibadii ah waxay ku mashquulsanaayeen inay markaa iyagu ay tagaan goobaha baadiyaha ee Mareykanka si ay markaa ay shimbiraha iyo waxyaabaha kale u soo ugaarsadaan iyagoo iska tamashleynaya. في أغسطس آب كان جورج دبليو بوش ومعظم إدارته في إجازة طويلة. بشي أغسطو أي أهيد مركا بوش يساحي بدي أي تمشلين يان أغسطو وحاكوحيقة سبتمبر وأه بشا هلاقة أي مشكلة دا أي مريكان ككل عدونتو ترك الشعب الأمريكي لمصيره. وسط ذلك قبض على زكريا موسوي رغم أنف أحد ما في واشنطن. مثلما سنعلم في الجزء التالي من هذا التحقيق، كانت هذه العميلة في مكتب التحقيقات الفيدرالي في مينيسوتا تشد شعرها ليل نهار. kooxihii doonayay inay Mareykanka weeraraan waddadoodu waxay ahayd duulaan ay ku qaadaan dalka Mareykanka. Gurigaas hadda aragnay waxa uu ku yaalaa deegaanka la yiraahdo Hamburg ee dalka Jarmalka, waxaana kireeyay Ramzi bin Shayba, waxaana loo bixiyay Daarul Ansaar. Halkana waa magaalada Peshawar, waxaa guri isna uga kireeyay kooxdani iyo kooxo kale oo jihaadistayaal ah Baytul Ansaar guri la yiraahdo Usama bin Laden. Usama bin Laden ayaa waxa uu ka hadlayaa sida uu u taageerayo kooxaha muhaajiriinta isagoo soo qaadanaya Nabi Maxamed markii uu joogay Maka uu soo haajiray. dabayaaqadii sideetameeyadii waxaa dagaal culus uu dhex maray kooxihii mujaahidiinta ahaa ee joogay Afghanistan iyo weliba Soofiyeetigii ama ciidamadii midowga Soofiyeeti. waxay ku guuleysteen kooxihii mujaahidiinta in waddanka Afghanistan ay ka saaraan ciidankii xoogga badnaa ee midowga Soofiyeeti. xilligaasi Mareykanka waxa ay ku faanayeen oo ay ku dabaaldegayeen sirdoonkooda dagaalkaas doorkii uu ka qaatay iyo sida uu mujaahidiinta u taageeray. Pakistan waxay u dabaaldegaysay soo saaristeedii xilligaas ee Taliban. Sacuudiguna waxay u dabaaldegayeen lacagihii ay ku bixiyeen mujaahidiinta si markaa loo dilo ama meesha looga saaro xoogagii midowga Soofiyeeti. hase ahaatee kooxdaasi waxay ahaayeen kuwa iyaga u dabaaldegayay guusha kadib inay u dagaalamayeen Ilaahay waxdaaniyadiisa keligeed.
markii Al-Qaacida ay weerartay sanadkii 1995 magaalada la yiraahdo Khobar ee waddanka Saudi Arabia oo ay burburiyeen dhismayaal ciidamada Saudiyana ay dileen ayaa waxaa dhacay sanadka wixii ka dambeeyay shirar isdaba joog ah oo ay yeelanayeen Saudiga iyo sirdoonka reer galbeedka. Halkani waa hotel ku yaala waddanka Faransiiska oo sanadkii 1996 looga hadlayay arimaha waddankaasi Saudiga iyo Osama bin Laden xaaladiisa. Hase ahaatee, sargaalkan waxa uu sheegayaa in arintaasi ay ahayd mid horumar leh, Saudiguna ay aqbaleen ninka in laga takhaluso, reer galbeedkuna ay xilliga u arkayeen inuu yahay cadow. hase ahaatee, dadka Mareykanka ah waxay isweydiinayeen cadaawadda intaa la'eg ee dadka Saudiga Mareykanku ay u qabeen maxay ahayd. Ninkan wuxuu ahaa mid ka mid a bugaagtii laga qoray 11-kii Sebtembar dhacdadii dhacday oo markaa ka hadlaya cadaawadda heerka ay Saudigu ka gaarsiisneen. Ninkan isna waxa uu ka mid ahaa dadka qoraayaasha Mareykanka caanka ah, waxaana uu sheegayaa isaguna inuu la yaabanaa Saudiga iyo siday wax u wadeen. Hase ahaatee, Mareykanku wuxuu arkayay 25% kaydka shidaalka adduunyada inuu ku jiro Saudiga, sidaa darteedna waxa ay ahaayeen Mareykanka iyo Saudiga saaxiibo. Laakiin cadaawad intaa la eg dad Saudi ah inay Mareykanka ku baabi'iyaan marnaba dadka Mareykanka kama aanay filayn. Osama bin Laden hadalkan waxa uu ka sii daayay telefishinka Al Jazeera sanadkii 1998, waxaana uu sheegayaa in 10 jeer in ka badan la isku dayay in la khaarijiyo, hase ahaatee uu Ilaahay badbaadiyey. waxaa la leeyahay ma jiro ilaa hadda wax daliil ah oo loo hayo shirkii ka dhacay Baariis in la isku dayay in waxoogaa laaluusha la isku dayo in la siiyo Osama bin Laden si uu dhibaatada u joojiyo. Hase ahaatee, Suudaan markii uu joogay bin Laden ayaa waxaa la isku dayay in la kala furfuro raggii aadka ugu dhowaa maadaama isaga uu hawshiisa ku adkaystay. Nin la yiraahdo Jamaal Axmed Al-Fadl ayaa sanadkii 1995 ka mid ahaa kaaliyaashiisii sare Osama bin Laden laga soo jaray, kaasoo Suudaan la joogay isla markaana lacag la gooyay. kaas laakiin wuxuu leeyahay sargaalka ninka wuxuu sidoo kale wax badan kala socday howlihii uu waday Osama bin Laden. laakiin Mareykanka waxaa la leeyahay xilliga oo goor hore sii ahayd marnaba kuma fakareynin Osama bin Laden inuu dhibaato intaa la eg gaarsiin karo dadkaasi. hase ahaatee, Mareykanka sirdoonkiisa iyo madaxdiisuba waxa ay isku dayayeen inay dowladda Suudaan kala arinsadaan sidii ay isu weydaarsan lahaayeen macluumaadka ku saabsan kooxaha la raadinayo ee Islaamiyiinta ah. hase ahaatee, waxaa la leeyahay sida wariyahan Yusri Fuuda barnaamijkan diyaariyey uu soo helay in xogog badan ay isweydaarsadeen siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin dowladda Suudaan iyo kuwa dalka Mareykanka iyo sirdoonkaba. تحافظات كثيرة على السودان الإسلامي آنذاك، لكن السودان الإسلامي ذهب إلى الأمريكيين بقدمه. لكن وحاولي هاي وحن هلني دوكومنتيو مهمة أو موجنية إن قار كمدة جهوينكا سودان أي أدرين دتكاس دلك مريكن كمدحديسة. وحا كمدة حسن الترابي سياسي اللي يرهدو oo isagoo si toos ah ugu qoray madaxweynaha Mareykanka xilligaas isagoo leh annaga waxaan diyaar u nahay inaannu idinkala shaqeyno marxaladda cusub si aanu isu fahamno oo marka aanu iskala shaqeyno la dagaalanka kooxaha Islaamiyiinta ah haddii ay joogaan Suudaan iyo weliba meelaha kale ee dadka Muslimiinta ay degan yihiin, taasoo macnaheedu yahay inaynu si wada jir ah isaga kaashano khatarta dadkaas. رغم ذلك ورغم أن للسودان تاريخا في تسليم المطلوبين دوليا
hase ahaatee inkastoo suudaaniyiintu ay isku dayayeen inay liisas badan gudbiyaan haddana iyaga iyo Mareykanka waxay isku fahmi waayeen qaabka iyo sida laga yeelayo Osama bin Laden hase ahaatee fursad kale oo muhiim ah ayaa Mareykanka soo martay ayuu leeyahay waxa uu leeyahay diyaaradii waday Osama bin Laden ayaa ku hakatay magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta iyadoo ku sii jeeda Afghanistan. Mareykanku way u suurtagalaysay xilligaas inuu halka ku qabto maadaama diyaaraddu ay shidaal ka qaadanaysay. Hase ahaatee Osama bin Laden baxsay xilligaas Mareykankuna ma aanay arag haday tahay inay iska daayeen iyo inaysan ogeyn intaba. Waxa uu ka gudbay waddanka Pakistan goobaha aadka rafka u ah wadooyinka isagoo u gudbay waddanka Afghanistan. Halkaasoo uu arkay inay tahay dhul uu ugu magac daray Biladillaah ama dhulka Ilaahay oo dadka muslimiinta ay ku nabadgelayaan. Nikan waxa la yiraahdaa Xamid Miir waa saxafi Pakistaani ah wuxuu leeyahay waxaan la yaabanahay Mareykanka siyaasadeed waxay xoog igu saarayeen inaan daaliban buugaag ka qoro si aan u amaano dadka islaamiyiinta ah. Laakiin Bin Laden waxa uu xurriyad ku helay waddankaas Afghanistan markii uu tagay. Laakiin saxafigan wuxuu leeyahay waxaan ahaa qofkii ugu horeeyay Bin Laden markuu tagay Afghanistan waraysi ka soo qaada waxaana waraysigaasi ii ballamiyay hoggaamiyihii Taliban Mulla Umar. Waxaana uu ii sheegay in ciidamadii Mareykanka ee Soomaaliya ay iyaga dileen Al-Qaacida hadday yihiin isla markaana ay sidoo kale dhibaateyn doonaan meelo kale oo caalamka ah. إن كان مر هذا سهوا على الأمريكيين فقد تحدث الرجل بعدها بأسابيع قليلة إلى CNN قال أيضا لأول مرة أمام صحفي غربي إنه يعلن الحرب على أمريكا وحا أصعد أشياء أسامة بن لادن سقو استعمال يور باهنته إن أصدتو سؤولد غالما يوم ريكنك وندبات أغيسانيو saate Mareykanku arinta aad bay uga fakarayeen waxayna ahay sanadkii 1997 telefishinka Al Jazeera ayaa xilliga qudbadiisii hanjabaadda ah sii daayay taasoo Mareykanku ay dhayalsanayeen xilliga لم تكن أجندة بن لادن لتكون في عيون الأمريكيين وغيرهم أوضح من ذلك هل كانوا يعتقدون لكن مريكنكا بن لادن هنجباده سا وحبا ما نيو أركين كون سقال بقول سقاشن إيه تضبضي هسي آتي كوحدة القاعدة إيه ضدك تاغيرسن وحا إيه حلقة وحي كدن بأي كوكول قليين أفغانستان وحانا أي حرومو توبر كو سمين أيين هبين إيه مالنبا دولك أفغانستان مثلما سنعلم بعد ذلك كانوا جميعا تحت المراقبة كانت ما سميت حينئذ لكن مريكنكا وحا مرنبا آني نيدو ذا كسور لعن سيدا لو قرشي محمد عدا أو تيمكي مضاحظ أوها وحا محمد عدا أو كحرنا رمزي بن الشيبة oo isna jarmalka uga soo uga shaqeyn jiray waxay ku xirnaayeen Khalid Sheikh Muhammad waxay sidoo kale ku xirnaayeen ninkan yiraahdo Muhammad Aadif oo jooga Afghanistan oo isna ku sii xirayay Osama bin Laden ninkan waxa ay u sheegayay in hanjabaadu halkeeda ay ka sii soconaysay waxa uu aaminsanaa ninkan saraakiisha Al-Qaacida ka tirsan Abu Hafs al-Masri in Falastiin dadka xoreynaya ay ka tagayaan Afghanistan dadka xoreynaya jasiiradda Carabta ay ka tagayaan Afghanistan jihadkan uu halka ka bilaabanayo haddaba sheekadu waa is soo tartay hanjabaadii Osama bin Laden uu jeediyay sanadkii 1997 waxa bilowgeedii ay ku dhacday sanadkii 1998 safaaradihii Mareykanka uu ku lahaa Nairobi iyo Dar es Salaam halka oo dad badan ay ku dhinteen Mareykanku markaa bay garowsadeen awoodda Osama bin Laden iyo ragga la shaqeeya ay u yeelan karaan inay weerar noocaas sameeyaan laakiin weerarkaas markii uu dhacay Mareykanku waxa ay qabteen nin
سعوديان ومركاسي لديه جري أو حالي وحانا نكا مركي لقبتي كدب بلوضي إن مركاسي لسميو أريما مهيمة وحيابها أغوه الرأي لسمينا يبولي هاي سرقال كانسر أي كاتر سنسردون كمريكن كوحي أهي تلفون دي أغودن بي إن لحيات راعو يوددك أو حرير كلالها محمد راشد أو حالي أو لقبتي وحالو أغادي إنو حرير للها ننك ليرادو خالد محضار أو كمدها dadkii weerarka ku qaaday Mareykanka ee diyaaradaha isticmaalay 98 ee Khalid Mihdar waxa uu joogay waddanka Yemen idan min agustus 98 hatta ahdath al 11 min september warubama ba'da bishii august laga bilaabo sanadkii 1998 ila waagii qaraxa uu dhacay 2012ka taleefankaas ninkaas marnaba CIA-du ma faarujin hadba midka uu u beddesho ayay dabagal ku jireen iyadoo markii dambana uu ninka ka mid noqday 19kii qof ee qirxiyay Mareykanka laakiin ninkaas joogay waddanka Yemen ee xiriirka la lahaa nin ka mid ah dadkii qirxiyay safaaradihii Mareykanka Nairobi iyo Tanzania ayaa waxa uu ahaa Khalid Nikale Raado Mihdar laakiin CIA-du wax badan bay ka faa'iideen dhageysiga telefoonka ninkaas waxyaabaha ugu muhiimsan ama macluumaadka ay ka heleen waxa ka mid ah in Al-Qaeda shir kooban ay ku lahayd Kuala Lumpur caasimadda waddanka Malaysia shirkaas kooban ayaa Mareykanku ay ogaadeen inay Al-Qaeda halka ku lahayd markiiba waxay Mareykanka la xiriireen saraakiishii sirdoonka Malaysia waxaana la bilaabay in dabagal lagu sameeyo ragga halka ku shiraya waxaana la ogaaday mid mid iyo waxa ay sameynayaan waxaana la ogaaday ama la weydiistay sirdoonka Malaysia inay Mareykanka ka caawiyaan sawirrada dadkaas isla markaana la isku dayo meelaha ay ka dhageysanayaan sargaalkan waxa uu ahaa sargaal ka tirsan Malaysia waxana uu diidayaa inuu wax faahfaahin siiyo wariyaha markii uu la kulmay laakiin wariyaha waxa uu soo helay markii uu tagay goobtii gurigii iyo dabaqii iyo qolkii ay ku shireen intaba iyadoo dabagalka Mareykanka iyo sirdoonka Malaysia ay daba socdeen waxay ahayd sanadkii 2000 bishii January dadka halka ku shiray waxa ka mid ahaa Tawfiq bin Attash oo ka mid ahaa dadkii qirxiyay markabkii Mareykanka ee USS Cole ee Yemen lagu qirxiyay waxa sidoo kale shirka ku jiray Khalid Al-Mihdar oo ahaa ninkii la daba taagnaa oo telefoonkiisii sirta lagu ogaaday iyo Nawaf Al-Hazmi iyo Khalid Sheikh Muhammad iyo Ramzi bin Shayba waxay sameeyeen kooxii sirdoonka Malaysia inay aqbalaan sirdoonka Mareykanka codsiyadooda sheekada xiisaha leh waxay ahayd markii nin ka tirsanaa kooxda sirdoonka loo sheegay inuu nin dabagal ku sameeyo ninkii uu dabagalka ku sameeyay wuxuu noqday Khalid Sheikh Muhammad oo ahaa ninkii saaxiibkiisa ahaa يتعقب شخصا آخر أتدري من كان يتعقب؟ كان يتعقب صديقك خالد شيخ محمد He's working on your good friend KSM Right لكن وريها وحا أدباريا قاب كي دبقلك أود عي كوحدي دبا سعوتي خالد شيخ محمد وحا أي تغيين ميل والبا isaguna waa uu ogaa meel kasta oo ay tagayaan mararka qaar waxa uu soo maray goobaha kalaabiyada habeenkii lagu caweeyo oo ay dadka kala duwan isugu yimaadaan inkastoo waddanka uu ahaa waddan dad muslimiina ay leeyihiin oo muslimku uu yahay dadka ugu badan ee waddanka ku nool laakiin shirkii wuu dhamaaday iminkana qof walba meeshii uu ka yimid ayuu u baxayaa iyadoon wax sirah oo rasmiya laga helin laakiin sheekada xiisaha leh waxay ahayd Khalid Al-Mihdar kii la daba taagnaa iyo Nawaf Al-Hazmi
tikitka ay goosteen wuxuu ahaa inay Mareykanka toos u aadeen iyagoo sii maray caasimadda waddankaasi Indonesia ee Jakarta. Saldhigga ugu weyn ee Mareykanka sirdoonkooduna gobolka waxay ku lahaayeen magaalada Bangkok, waxaana la shaqeynayay Thailand, Philippines iyo qaybo kale. Laakiin sheekada yaabka leh oo aad loogu wareersan yahay waxay ahayd dadka intaa la daba socday iyo ninkii telefoonkiisii la helayba Mareykanka ayay iska tageen, kooxihii kalena meelihii ay ka yimaadeen ayay ku kala baxeen. Qorshihii ugu horreeyey ee la isku fahamsiinayay qaabka wax loo sameynayo ayuuna ahaa shirkii ka dhacay Kuala Lumpur, waxayna ku noqdeen Nawaaf Al-Xaazmi iyo Khaalid Al-Mahraar gobolka California ee dalka Mareykanka. Markii ay tageen, waxay sii mareen masaajid ay jeclaayeen inay ka dhagaystaan imaamyada halkaas waxyaabaha ay sheegayeen, iyagoo aad markaa uga heli jiray, isna fariisan jiray oo markaa dhagaysan jiray muxaadaraadka ku saabsan dadka kibirsan iyo sida Ilaahay uu ka yeelay. Laakiin mushkiladda taagan waxay ahayd FBI-da markii arintaa lasoo bandhigay waxa ay ku qaylisay in CIA-du aysan wax macluumaada u soo gudbin. Sargaalkan Mareykanka ee ka tirsan sirdoonka waxa uu leeyahay CIA-du iyaduna waxay ku dooday FBI-du inay kulahayd wakiilo qaybta la dagaalanka argagixisada, si 6 ilaa 8 qofna ay ugu jirtay, marka ma u baahnayn in macluumaad gooniya la siiyo. Arintan waxay ahayd mid aad u fakar badan. Taleefoonkii ilaa Sanca la daba socday shirkii Malaysia, sida ay wax u dhaceen waa sheeko kulligeed daboolan oo aan la fahmi karin waxa socday. Waxay soo mareen magaalada Los Angeles masjid ku yaala oo la yiraahdo Fahad, oo ay jeclaayeen Nawaaf Al-Xazm iyo Khaalid Al-Mahdar. Marka waxaa la leeyahay Khaalid Sheekh Muxamed, ninka la yiraahdo oo ahaa isku dubaridihii hawshan islamarkaana ka hogaaminayay Afghanistan, ayaa waxa uu u soo diray markii ay halkaa tageen nin markaasi isagu ahaa nin airborka ku sugay. Laakiin waxaa jiray nin la yiraahdo Cumar Al-Bayuumi oo qunsuliyadda Sacuudiga xiriir la lahaa islamarkaana waxbarasho u tagay halkaas. Magaalada Santiago waxay ahayd magaalo qurux badan, waxayna ahayd meesha howlahaasi bilowgoodii ay ka bilowdeen. Waxaan helnay, buu leeyahay Cumar Al-Bayuumi, ninka la yiraahdo oo Sacuudiga ah, inuu arday ahaa oo waxbarasho u tagay waddankaas. Waxaana uu sheegay inuu doonayay inuu masaajid dhiso, masjid halkaa laga dhiso oo ah Masjid Al-Madiina Al-Munawwara, wuxuuna shardi uga dhigayay ragga inay masaajidda maamulaan oo ay wax ka noqdaan. Hase haatee isagu maba uusan la socon arinta raggan masaajid inay wax ka noqdaan iyo lacagaba inay raadiyaan inaanay u socon, balse qorshe intaa ka weyn ay hawshoodu ahayd. Waxaan isku daynay ninkii la sheegay inuu halkaa ku soo dhoweeyey labadooda ee halkaa ku sugayay inaan raadinno meel kasta ayaan ka doonnay. Hase haatee ninkii waxaan ka helay Yemen oo aan u soo duulay, hase haatee wuxuu iga codsaday inaanan wejigayga dadka u bandhigin. Ninkan wuxuu ahaa ninka saaxiibka la ah Nawaaf Al-Xaazmi iyo Khaalid Al-Mahdar, wuxuuna ka sheekeynayaa inaysan luqadda Ingiliishka iyagu aad aanay u garanaynin, dhaqanka reer galbeedkana aanay garanaynin, balse isagu waxa uu ahaa nin ka toostoosinayay dhaqanka iyo sida ay hawshu ahayd, iyo magaalada inuu kala baro in hawshiisu ay intaa ahayd. Laakiin inkastoo aysan luqadda Ingiliiska aysan ka saynin iyo waxyaabaha kale dhaqanka reer galbeedka, haddana meelaha qaar waxay ku arki jireen waxyaabo dhaqanka carabta ka mid ah. Goobaha shiishada iyo lagu cabo meel kasta way tegi jireen oo way fiirin jireen, si aan marnaba looga shakin dadkan inay hawl weyn maagan yihiin. Meelihii buu wariyaha ka daba tagay ay tegi jireen. Waxaa sidoo kale uu helay qaar ka mid ah khudbadihii ay dhegaysan jireen, maadaama Islaamku uu ahaa mid si weyn ugu sii fidaya caalamka, gaar ahaan Mareykanka, dad badanna ay qaadanayaan diinta Islaamka.
سان دييغو كانا يستمدان قوة من كلمات الإمام اليمني للمسجد أنور العولقي. وحين آدو شعلان شرين وحيابه وكهد لجر إمام كمساجد كاسي أنور العولقي. أنور العولقي وحيابها وكرده يسن جرين وحكمده فرعون iyo sida uu u kibray iyo aayadihii ku soo digay iyo cid kasto kibirta iyagu waxay u sawiran jireen Mareykanka iyo dalalka kale ee reer galbeedka sida ay muhaadarooyinkiisa u dhageysan jireen إضافة إلى حقيقة أن صورهم كانت عندئذ في أيدي الأمريكيين. لكن أرنت حقيقة وحي أهيد سردون كمريكان كوحي سيدة بأوهيستين سورة اللوضة نين خالد المحضار وها نينكي إلى يمن لسودة بالسعودي إيا صاحب كيس نواف الحازمي واللوضة بكمدها تدكي لحادين أيي حسيقها تيقوري أيي دقين حدنا قوري مغا قودة أيي كود دقين نواف الحازمي iyo waliba guriga lacagta ay ku kireysteen iyo telefoonka magacooda ayay ku qoreen xitaa hadii mar ay qeyliyaan halka waa laga soo qaban jiray laakiin qof u tagay ma jirin ama ka warhayay haddana markiiba gurigi way bedesheen waxay la soo dageen nin FBI da ka shaqeeya oo muslima oo hindi ah magaalada Hamburg oo dalka Jarmalka waxay ka mid ahayd goobaha ay ka soo aasaasmeen ama ay isku urursan jireen kooxahan dhibaateynaya waddanka Mareykanka gurigii uu ijaaray ninka la yiraahdo Ramzi bin Shayba ayaa waxaa la oran jiray Darul Ansar halka ayay joogeen waxaana halkaas ay ku lahaayeen kooxaha salafiyiinta ah masaajid sirdoonka Jarmalku aad bay u daba socdeen kooxahan salafiyiinta hase ahaatee wax badan kama aanay soconin sida ay wax u jireen macluumaadyo badan waxa ay ka helayeen sirdoonka waddanka Turkiga hase ahaatee 1997 hadii dib loogu noqdo kooxihii salafiyiinta masaajidkooda waxaa ku kulmay 19 qof ee qaraxyada geystay qaar kamida Maxamed Zamar nin kamida dadka salafiyiinta oo la rumaysnaa inuu jihaadka aaminsan yahay ayay sirdoonka Jarmalku aad u baadi goobayeen taleefannadiisana ay dhageysan jireen hase ahaatee masaajidka salafiyiinta xilligaas waxaa nashiidooyin jihaad ka sameen jiray magaalada Hamburg ee waddanka Jarmalka 19 weerarka ku qaaday Mareykanka xilligaas oo ay ku jireen Khalid al-Mihdar نواف الحازمي محمد عضا يكو وكالي يغون وح عبسية قبين وكوان سوور ردود هل كاوي هلين وريوه وحو صوهلي سوركي اي هل كاسي كو سمين يين محاضراوينكا وحين قادة يين نشيدوين جهادة في عام 99 وعام 2000 على الأقل لشهرين خضع عدد من أعضاء كون سغال بقول سغاشن إي سغالكي إلى لبضكن وحا سعودي دبقلك سردون كهي قلبيتك كارهانكو يجرملك إي مريكنك أي كوها ينكو حهاس إيادو سيداس لود بس سعودي ودتك اللد بس سعودي كمد أهايين رمزي بن الشيبه يا محمد عضا أيه هدنا هولوه ذا إسكاقب سنشرين وايو بوليسك جرملكو عداي معدكو مهينين دتك بلسي وحي هايين حقوق آن بدنين وكوسو هبسن كوحاهن إني وحيابو دمع سنايين mana u arkaynin khatar iyaga inay ku yihiin balse way daba socdeen si ay u badbaadiyaan dalkooda macluumaad ay dalalka kale u gudbiyaan ma haysan laakiin maxamed cada wuu iska soo baxay waxa uu u soo gudbay magaalada Prag xuduuda Jarmalka ayuu ka soo gudbay waxaana uu isaga soo duulay Mareykanka qabla dhalika bi ashhur qalila bilooyin kadib waxa ay heleen markale Mareykanka fursad kale oo ay ku dili kareen Usama bin Laden
ديارات نوعا وحبساسته أو قنطالة كرك بيهين أيا وحا أي هشي سور أسامة بن لادن أو خميس عدوطة أو إسلام مركا تاندا وكدقنا أفغانستان أو كامل هايد ماليه وكدو منايي إساقو كلا كل ما يوفد لشيغي إني كي مادين لنا إمارات كعربتا هسي أهاتي نكن وحا وكامل ها سراكيشة سردونكا مرايكن كأي ملتريغا وحانا او شاغيا ان عبسي بدن لغا قبي استغا انو او يهي ان بدن او كميدا ويهو بين هدنا شاكي با وشري هسي آتي وحا لغا بغي ان دادكرا اي هالكا قرد انتان وحا اولي يهي شرقال كان او وخالد دا مرايكان كاي سردون كاترسان وا اوغين حتى قريها وا كلافهاني ديارد دا سوردي اي سوقادي مد وحا دقنا استغا ايو رقيسا مد وحا دقنا قويس كيسا قوبتنا وحا اهيد فرصت هسي أهاتي ما سورت قلين إن ويرر كاسي أودع أول دل أسامة بن لادن تقدمنا حتى استطعنا رؤية المعسكر وأرقنا ميلكستا وحان أغاني قابك أي أكل الدقناهين قوبها صلق يدوه ماشا قروب كيس إيو قويس كيسو الدقناهين جاء كنا سنأخذه إلى موقع بعيد ونهبط من الطائرات للقبض على بن لادن وحتى اسكو دي كرنا إن لسوق أبطوء عيدا هلكا لقدتش لكن أوبريشن في عنبو أهان لها مركابة لغتا خلصي لها هوشنا هلكا ويكود ما لهيد هسي أهاتي ملا اسكو راعين إن هول قلقاسي ودعوه سكستبها كوي مادو في سان دييغو لم يكن أحد في مجتمع المسلمين ليظن أن الهندي المسلم عبد الصطار شيخ قف مسلمة أو دقن مقالة سان دييغو أو أغا مجرو ننكاس دقنا قرغة رقالة سو دقين هندقة مسلمة إنو كتر سنة هاي أدى FBI دا مريكنكا هسي آتي وحا شيغيا ننكا سودة وي خالد المحضار نواف الحازمي كلاشقين جري إني دقنكا إلى ليان ودمدا هاي قلبيتكا إيجوغين لكن نواف الحازمي وحو مرو البدوني خالد المحضار إن أوقاتو توري إذا لقاقاتو ودمدا يمن أما ودنكا يمن أسي آتي وحانو شيغي تريبولي هاي نيكن إن الله أقولين ودنكا مريكنكا يدلالكا كالي إرهي قلبيتكا إن غفكا أو توري قاتو أو كوحرا قوضو سيدا أيي دبو أهيد إنو سنوح بدنكا أغين لقا مدهرير قلبيتكا بل سي أجيدكا لي أو دوني إنو هالكا كفوليو حاولنا الحصول على عبد الصطار شيخ لم نستطع لكن وحان اسكو ديني عبد الستار الشيخ نيكا ليرادو او اها نيكي هندقا اها اي مسلنكا اها اسي اتي وريه وحو ليهي نيكا نو مصورة قلن انانو نيكا سي لكولنو او ان ارقنو اسي اها تي هوشا هل كي ديبان كسي ودي دونا وحانا ان لكول ميا ركالي تحس بعض محققي لجنة الكونغرس انه كان يخفي شيئا ما لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي لكن نكا هندقة أيي كوحها سردون كشكيين لفسدهان تودا إساقا أيابا سؤالة بدن لويدية وحين الروما يسنايين إنو وحبضين قريني سيدا أسود ويي محضار إيا نواف الحازمي كواسو أها كوي لبا تدفليي